ما زالت فقرة 25 سؤال التي تقدمها أو التي نقدمها في العربية تلقى ردات فعل كبيرة، لعل أكثرها تميزا محاولة لمحاكاة الفكرة نفذها الناشط على سناب إبراهيم عبد الرحمن مستضيفا الناشط على سناب عز بن فهد. نتابع. الحين يا عز عندك 25 سؤال لازم تجاوبها بدون تفكير. اوكي يلا بنفكر. السؤال الاول، وش اخر كتاب قريته؟ بدون تفكير بسرعه. عز، وش اخر هوايه مارستها؟ كرة الماء. كرة الماء في رمضان؟ قبل رمضان بشوي. سناب شات، تويتر او باث؟ انستغرام. سناب شات او تويتر او باث؟ أنا شايفك داخل باث، لا تكذب علي. باث. عز بن فهد، شكرا لك. شكرا. دعوى قضائية أخرى رفعها عضو مجلس النواب في بورسعيد النائب أحمد فرغلي ضد فريق عمل مسلسل نيلي وشريهان الذي تقدم شخصيتيه الرئيسيتين الأختين دنيا وإيمي سمير غانم. النائب قال إن المسلسل تضمن سب وقذف تنص عليها المادة 171 من القانون. وكذلك أصدر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان تعليمات إلى إدارة الشؤون القانونية لرفع دعوى قضائية ضد منتج ومخرج المسلسل لتضمنه بعض المشاهد المسيئة لتاريخ بورسعيد وفقا لما نقلته صحف مصرية. مسلسل نيلي وشريهان الذي يصنف من الأعمال الكوميدية متوسطة الإنتاج يشهد نجاحا كبيرا، إذ تجاوزت عدد المشاهدات على يوتيوب 17 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من بداية عرضه. بطلتا المسلسل تنافستا على صفحات فيسبوك، إذ أنشأ الفريق التسويقي صفحتين باسمي فريق نيلي وفريق شريهان، وذلك للترويج لبطلتي العمل بالصورة والمشاهد المميزة. فريق نيلي أي دنيا سمير غانم تفوق على فريق شريهان من حيث عدد المعجبين، حيث حازت صفحة نيلي على إعجاب 59 ألف متابع، بينما حصلت شريهان أي إيمي على 44 ألف معجب فقط.